بقى الأستاذ محمد الشاذلي مدير الإعلام بوزارة الشباب والرياضة. محمد بيه، مساء الخير. مساء النور يا أستاذ فيك، أهلا وسهلا يا فندم. يعني طمنا يا فندم على الحادث وأسبابه، إيه اللي حصل؟ ثم حضرتك طمنا على الإصابات وحالة المصابين. طيب خليني أوصف حضرتك، بس أنا يعني كنت موجود في الصالة وبعدين اتحركنا على المستشفى عشان مع الوزير موجود في المستشفيتين شيخ زايد وأكتوبر عشان يطمن على الناس. اتفضل. فالأول اللي حصل بالظبط يا أستاذ سيف ان مش المدرج نفسه ولا السور الحديدي للمدرج، اللي حصل ان في ستاند خاص بالكاميرات، لما في حاله وجود كاميرات بيبقى موجود متعلق على الستاند الحديدي او موصول بالستاند الحديدي في نهايه المدرج. كان المفروض وفقا للاجتماع الامني اللي تم عقده عشان التنسيق للمباراه ان 500 من الاتحاد و500 من الاهلي موجودين. اللي حصل ده في المدرج الخاص بجماهير الاتحاد حصل، لو حضرتك حتى الفيديو ده كان موجود يعني على قناه اون اللي هي كانت بتدس المباراه، حصل اندفاع من الجمهور وقفت على الاستاند نفسه، والاستاند ده مخصص للقنوات. مش مدرج، المدرج انت عارف مدرج خرساني. نجيب يعني الصوره يا فندم حضرتك معانا نشرحه للناس. بالظبط. اتفضل. الاستاند اللي موجود ده يا فندم قدامنا اهو يا فندم. بالظبط، ده ستاند وكانه اكستنشن كده للمدرج بس خاص بالكاميرات مش بوقوف الجماهير. تمام. لكن للاسف طبعا حصل حاله اندفاع شويه من الجمهور اثناء المباراه وسخونه المباراه وكذا، فالناس طلعت لقدام بعيدا عن المدرج الخرساني اللي هو المفروض موجودين عليه، وطلعوا على وقفوا على الاستاند. ادى لانهيار الاستاند طبعا، لان هذا الاستاند مش مخصص لكده، ما كانش موجود عليه الكاميرات ولا اي حاجه عشان الناس مثلا ما تدخلش تقف عليها او كده. الاصابات الحمد لله يعني اصابات زي ما اعلنت وزاره الصحه، واحنا بننسق ثانيه بثانيه مع وزاره الصحه، 27 حاله اصابه موجودين متوزعين على المستشفيين الشيخ زايد واكتوبر. اصابات طفيفه الحمد لله، ما فيش اصابه كبيره يعني في كل في 27 حاله، ما بين كسور بسبب الارتطام الحاجز ده اللي وقع على الناس او سقوطهم من فوق، وما بين اصابات طفيفه بعد كده. يعني الاصابات الكبيره هي الحمد لله كسور بس، مش كسور كمان كبيره يعني. تمام. بنطمن ثانيه بثانيه من وزاره الصحه على الحالات اللي موجوده الحمد لله يعني. الحاجه يا فندم اللي طمن بيها الناس برضو الامور الطبيه والاسعافات كانت موجوده في الملعب. احنا وفقا للاجتماع الامني يا استاذ سيف انا كنا موجودين هنا بالفعل ساعه المباراه، كان عندنا ثلاث عربيات وممنوع ان الماتش يبدا الا بوجود ثلاث عربيات اسعاف، وكانت موجوده بالفعل الثلاث عربيات الاسعاف. بمجرد سقوط الحادث انت عارف عربيه الاسعاف اذا كانت امكانياتها بتشيل واحد بس، فطبعا كان عندنا اكثر من حاله في البدايه كده في الاصابات، فتحركت الثلاث عربيات بثلاث حالات، وخلال مثلا من الحقيقه من خمس لسبع دقائق كان موجود 10 عربيات اسعاف، ثلث ساعه كان موجود 10 تانيين، لان احنا بخلي بالك احنا جنبنا بالظبط جنب صاله حسن مصطفى في مركز اسعاف كبير جدا. فاللي هو يعني تقريبا الطريق ما بياخدش منه حوالي 3 أو 4 كيلو بيكون موجود يعني عشان يبقى موجود هنا اللي هي المد الثاني بالعربيات الاسعاف. لكن عربيات الاسعاف الاوليه كانت موجوده اللي هي الثلاث عربيات اللي بيبدا فيهم اي مباراه. يعني حضرتك انا بس اهم حاجه عندي حضرتك بتطمن الاسر في اسكندريه ان كل جمهور اسكندريه حتى الان الحالات كلها يعني ان شاء الله باذن الله الامور تعدي على خير تحت السيطره. ان شاء الله باذن الله، يعني اتخيل ان معظم الحالات تكون بكره باذن الله تعالى خارجه من المستشفى، وده وفقا لتنسيقنا مع وزاره الصحه والاطمئنان على الحالات اللي موجوده، ان الحالات ان شاء الله ممكن ما بين بكره تطلع معظم الحالات، وبقيه الحالات ان شاء الله تكون خدت الاسعافات اللي تاهلها انها تخرج من المستشفى خلال يوم او يومين. واحنا يعني موجودين دلوقتي بالفعل في المستشفى، والحمد لله والله احنا مطمنين على الحالات اللي موجوده كلها، والساده الدكاتره ووزاره الصحه عاملين دورها بشكل هايل جدا، والدنيا الحمد لله مستقره جدا الحمد لله والشكر لله. الحمد لله يا فندم، بشكر حضرتك ونتابع مع حضرتك ان شاء الله لحد ما كل الناس تروح. شكرا يا استاذ محمد الشاذلي مدير الاعلام بوزاره الشباب والرياضه، شكرا جزيلا.